صح كل شر لا واحد امين. تحل علينا نعمته وتدين فينا بركاته من الان ده دور كلها امين. حابب بس اقول تعليم كده صغير لان هو مناسب للانجيل بتاع النهارده. لان واحد سالني احنا بنرسم زيت نشحت المرضى بيقول لي هو يا سيدنا الزيت يغفر خطيه؟ لان الصلوات زيت بنقول ويغفر خطاياهم. ففي مشكله ان في التعليم تأثرنا بالتعليم الغير الأرثوذكسي. هو فيه بعض من الحقيقة وليس كل الحقيقة. لما يقول المغفرة هي بدم المسيح. بس بيزيفه يقول لك بدم المسيح فقط. لا. المسيح هو الذي يغفر ده حقا. دم المسيح حياة المسيح له سلطان المغفرة وأعطانا سلطان ان نغفر باسمه وبروحه القدوس. لكن اغفلوا هؤلاء مثلا رسالة يعقوب الرسول اللي قال فيها امريض احد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة مش كده ويصلي عليه ويدهنوه بزيت وان كان قد فعل خطية تغفر له. يبقى القصوص لما يصلي على المريض ويهنوه بالزيت هتغفر خطيته. فمش فقط دم المسيح بيغفر خطيه. الماء لما بنصلي في صلوات تقديس مياه اللقان بنقول مياه غفرانا للخطايا. برضو البعض من المتاثرين بالتعليم الغير ارثوذكسي وللاسف بعض الكهنة يمشيلين ماء غفران الخطايا ما يقولهوش. مرة كنت حاضر صلاة واحد الاباء الكهنة عمل كده فقلت له انت حبيبي ليه بتشيل ماء غفران الخطايا؟ فابتسم فقلت له عشان غفران بدم المسيح؟ قال لي اه. قلت له طب ماء المعمودية ايه؟ مش غفران خطايا؟ ماء المعمودية. مالك المعمودية؟ ده اول مياه لغفران خطايا ماء المعمودية. مش كده؟ فالمسيح اعطانا وسائط خلاص كثيرة جدا والغفران كان اسهل حاجة للمسيح. طبعا يقولوا كده مش داريين حتى فيش الوعي والانفتاح على حياة المسيح حينما كان على الارض. كان اسهل شيء عنده مغفرة الخطايا حتى دون ان يسألوا منه. يعني جه في المفلوج قال له ثق يا بنية مغفورة لك خطاياك. الكلام ده قبل الشريط وقبل شفك دم المسيح مش كده؟ المثل بتاع النهارده اللي هو المديونان. مديون راح لسيده قال له يا سيدي اغفر لي سامحني بالدين اللي علي عليا زمات كثيرة. فقال له خلاص شلت عنك الدين. مجرد ان هو طلب منه المغفرة. وبعدين لما جاله رفيقه المديون ليه بوزنات قليلة فرفض هذا العبد اللي سيده غفر له بالوزنات الكثيرة ان يغفر لرفيقه العبد اخوه وزناته القليلة. مرضيش يسامحه عليه مرضيش يعفيه. مسك في زمارة رقبته. مش بتقول زمارة رقبته وخنقه. هنا مكتوب في الترجمة القبطية تعبير لذيذ جدا يقول خنقه. مسكه خنقه من رقبته. قال له مش هسيبك غير ما تديني اخر فلس. فالعبداء العبيد رفقائه حزنوا انه عمل كده. فراحوا اشتكوا للسيد. فالسيد قال له يا عبد يا شرير كل اللي غفرته لك دوت وانت ماسك في اخوك على الحاجه الخفيفه دي. طيب كل اللي انا غفرته لك هيرجع عليك تاني. طبعا دي بتورينا الايه اللي السيد المسيح قالها لنا اغفروا يغفر لكم. اغفروا يغفر. يبقى مش بس كمان دم المسيح ده المغفره تغفر لك خطاياك. فمغفره الخطايا ادينا خدنا زيت في نشفة المرضى الميه سواء في الانديه في المعموديه او في اللقان. المغفره كونك تغفر للاخرين يغفر لك. والصلاة أبانا الذي بنقول كده واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا.
بيغفر لينا خطايانا. ايضا الصدقه تغفر الخطايا وتطهر كل شيء. السيد المسيح قال اعطوا كل ما لكم صدقه وهو ذا كل شيء يتطهر لكم. انا عايزكم يبقى عندكم انفتاح الوعي، مش كل كلمه تيجي من تعليم غير ارثوذكسي نتاثر بيها ونتبناها. انا عارف التعليم دي مليانه، لان التلفزيونات والقنوات الفضائيه مليانه في لغط وكلام لا يسمن العظام، لا يسمن العظام، كلام كله في الهوى. لان الحياه التقوى الارثوذكسيه والاسرار، كنيستنا كنيسه اسرار وكنيسه غفران، غفران مقدم مجانا، والمسيح يصر بمغفره الخاطئ، مغفره للخطاه. الصدقه تطهر الخطايا، ايضا مغفره للاخرين تغفر الخطايا. امور كثيره جدا المسيح زي ما قلت لكم يغفر دون ان نطلب منه. المحبه تغفر الخطايا. عارفين القصه بتاعت المراه شاكبه الطيب؟ قال له ايه؟ قال له غفر لها كثيرا. ليه؟ لانها احبت كثيرا. فكون الانسان يحب كثيرا يغفر له كثيرا. وهل الله لا يغفر الخطيه لغير المؤمنين؟ سؤال. مثلا هل ليس لهم غفران حينما يتوبون؟ في ناس يقولوا لا ما لهمش غفران. لا يا حبيبي، هم ما لهمش حياه ابديه لكن لهم غفران. في فرق بين مغفره الخطيه وبين الحياه الابديه. الحياه هي تجديد الطبيعه، هي ولاده جديده، هي ولاده من طبيعه المسيح، ولاده من الماء والروح، حلول الروح القدس وسكناه في الانسان المؤمن والمعمد والمولود جديدا، له قيامة من الأموات بجسد ممجد يضيء في الملكوت، حياة مع الله وملائكته وقدسيه. ده اللي مش موجود لغير المؤمنين وغير المجددين. لكن يغفر واحد غلط ويقول يا رب اغفر لي، يغفر لي وما ياخدش مجازاة عليه. فالمغفرة متاحة للجميع، ولكن باب ملكوت السماوات والحياة في العشرة مع الله والثبات في المسيح و التجديد والولادة الجديدة دي خاصة بالمؤمنين فقط الذين أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، دول المؤمنين باسمه. يا ريت ناخد بالنا من أي فكر يتسرب ولا نحكم في صلوات الكنيسة، دي مصيبة. ما نحكمش في صلوات الليتورجية، دي صلوات الليتورجية فيها كل زخن الإيمان، كل زخن الإيمان. ما واحد يقعد يفشش في الصلوات الليتورجية ويفشلها حاجة مش داخلة دماغه على تعليم حديث يصححها. لا، ما احناش أحكم من أبائنا وأجدادنا اللي حطوا هذه الصلوات، اللي كانوا يعرفون عقيدتهم تمام المعرفة، واحنا بناخد منهم. ده اللي بنسميه التقليد الكنسي. احنا استلمنا، معلمنا بولس الرسول كده يقول إنني قد سلمتكم ما قد استلمت، ان المسيح مات عنا كما في الكتب وصلب وقام اليوم الثالث كما في الكتب. فاحنا استلمنا الايمان المسلم مره للقديسين، محدش يرع فيه، محدش يطلع فكره من دماغه كده يقول لك لا 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 غفران بدم المسيح. نحن لا نعرف دم للمسيح الا في الكاس على المذبح. هذا هو دم المسيح الذي نتناوله كل يوم حاضرا عندنا المذبح. نصلي كده في طلبه اسبوع الالام، نقول الذي ترك لنا عهده القدوس جسده ودمه حاضرا كل يوم عندنا على المذبح. اما دم المسيح كفكره مجرده نثق فيها كده بالكلام وبالبق، لا، دم المسيح دوت نتحد به هو بكيانه فعلا، بجسده ودمه، متحد بلاهوته، لم يفارق ناسوته لحظه واحده لطرفه عين، نتحد به اتحاد ابدي، نحيا به ونغير حياتنا كل يوم تتجدد في جدة الحياة. ربنا يديكم ويثبتكم في منكم، لو المجد في جانب شاتم الآن ولو ده.